اجتاز المأمون بابن الرضا عليه السلام وهو بين صبيان فهربوا سواه، فقال: علي به. فقال له: ما لك ما هربت في جملة الصبيان؟ قال: ما لي ذنب فأفر، ولا الطريق ضيق فأوسعه عليك تمر من حيث شئت. فقال: من تكون؟ قال: أنا محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام.